It is my great honor and privilege to appear on behalf of Egypt. اسمها بقى على كل لسان، والكل بيسأل مين ياسمين موسى اللي مرافعتها زلزلت محكمة العدل الدولية وقدرت تفضح كل اللي بيعملوه ولاد العم قدام العالم كله. ومن وقتها الناس في الشارع المصري بيسألوا مين هي ياسمين موسى. تعالوا نعرف مين هي المستشارة ياسمين موسى وليه بقت حديث العالم كله. العالم كله تابع امبارح مشاركة مصر في الرأي الاستشاري اللي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، وده كان عن السياسات والأفعال اللي بيعملها ولاد العم مع إخواتنا في القطاع قدام العالم كله من سنة 1967. إفادة مصر طبعاً كانت تاريخية بمعنى الكلمة، واللي قدمتها الدكتورة والمستشارة ياسمين موسى اللي قلبت العالم امبارح بكلمتها وقدرت تكشف كل اللي بيحصل مع إخواتنا في القطاع. المستشارة ياسمين قالت إن إخواتنا بيواجهوا عقاب جماعي بعد 75 سنة من النزوح، وإزاي مشي وسابوا بيوتهم غصب وأرضهم كمان، ودلوقتي ما كفاش ولاد العم كل اللي عملوه مع إخواتنا في غزة، لأ ده كمان بدأوا يصفوا الشعب في مشهد ما يتخيلهوش عقل إنساني. وطبعاً كل اللي بيحصل دلوقتي ما هو إلا انتهاك علني للقانون الدولي اللي بقى عاجز عن رد الحق لأصحابه وسايبهم بيروحوا واحد ورا التاني. المرافعة المتميزة دي والأداء اللي لفت انتباه ونظر الناس خلى الكل يسأل ويدور عن سؤال واحد بس من امبارح، مين هي الدكتورة ياسمين موسى اللي قدرت بكلمة تبان إنها بسيطة تكسب حب ودعوات الملايين، وبقى الإعلام العالمي بيتكلم عنها وعن خطابها. المستشارة ياسمين موسى هي عضو من أعضاء مكتب وزير الخارجية سامح شكري ومقربة ليه بحكم شغلها في الوزارة على مدار سنين، بجانب إنها عضو في مكتب الوزير وكمان مستشارة قانونية في نفس المكتب، وده من 2022 ولحد دلوقتي، وده السبب اللي خلاها تقود الوفد المصري في محكمة العدل الدولية. ولو جينا تكلمنا بقى عن المؤهلات العلمية ليها هنلاقي إنها تخرجت من كلية العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، كملت دراستها ودرست ماجستير في القانون الدولي وما اكتفتش بكده، بعدها سافرت لندن ودرست هناك وأخدت ماجستير في القانون الدولي، وبعدها حضرت الدكتوراه في جامعة كامبريدج. ومن امبارح الكل أشاد بكلمتها اللي كشفت فيها كل اللي بيحصل في المنطقة وإزاي أمريكا هي الداعم الأول للكيان، رغم إنها بتطلع تقول للعالم كله إنها بلد بتدعم السلام، بس ده طبعاً مش حقيقة وكلها مجرد خطابات بيقولوها علشان يضحكوا بيها على الشعوب في العالم. ياسمين اختتمت كلامها قدام محكمة العدل بجملة كانت قاسية شويتين، وقالت للكل إن التاريخ هيحاسبنا على موقفنا الصامت بالرغم من صرخات الأطفال في كل مكان، وعلشان نريح ضميرنا لازم يتعمل دولة مستقلة لإخواتنا في القطاع. ومن وقت ما ظهرت المستشارة ياسمين وهي لاقت دعم من الكل وصفحات السوشيال ميديا كلها كانت بتتغنى بيها وإزاي قدرت تكشف الحقائق كلها في خطاب بسيط، ده حتى كل وسائل الإعلام كانت فخورة بيها وبقدرتها الكبيرة على إنها تكسب تعاطف العالم كله. وفي النهاية قلنا رأيك في مرافعة المستشارة ياسمين موسى.